عاش شاطئ كفرمين ببحيرة بالويدان إقليم الظلال على مدى اليومين الماضيين توافدا جماهيريا منقطع النظير. نزلوا إليه من كل البقاع الوطنية عبر مختلف آليات التنقل، من حافلات وعشرات السيارات والدراجات النارية والهوائية وحتى مشيا على الأقدام. زوار من كل الأعمار العاشقين للماء والطبيعة الجبلية قضوا بالبحيرة فترات زاهية بعد أن ملأوا أجواء المكان بضجيج السعادة والفرح المحرك للعجلة الاقتصادية المحلية. ونالت بحيرة بالويدان الشهرة السياحية العالمية والوطنية بما تحتضنه من طبيعة مائية ذات الكمية الإجمالية التي تساوي 1.1 مليار متر مكعب المستوية على مساحة واسعة من الأرض، والراسمة للناس لوحات طبيعية الراقية العشق والإبداع. هذا بالإضافة إلى ما صنعه الشباب المحلي من ميناء طبيعي أرسوا به العشرات من اليختات والعبارات والزوارق والبواخر السياحية المتطورة والتقليدية المساهمة بشكل كبير لاستجلاب هواة الرياضة المائية ومدمن التعلق بمعانقة المياه والركوب عليها. ورغم افتقار شاطئ تفرنين لشروط الراحة المطلوبة، إلا أن زوار المكان يقوون في كل المناسبات على صناعة الحضور ورسم الابتسامة والسعادة في أجواء وأرض المحيط. وعلى المستوى الأمني تسهر السلطة المحلية وأعوانها وأفراد القوى المساعدة وعناصر الدرك الملكي على تأمين بالودان من كل الشوانب ومن كل ما من شأنه أن يلطخ سمعة تلك الأرض الغالية والسعيدة. رحلة من الدالبيضة كجمعية رحلة بلي، مررنا في بعض المناطق منها منطقة بين الويدان، التقينا بناس كرماء وجد كرماء للغاية. كان مصمم سيد المليح، انطلقنا بباخرته جد رائعة، منطقة جد رائعة جدا، وأقول لمن لم يزورها يقوم بزيارتها في أقرب وقت إن شاء الله. بالنسبة للسياحة ستخاتي الحمد لله، ياول بنادم شوية تروج القضية، ياول السياحة تلا هذه تدون مدن مزيان، المهم ينشط بنادم، اللهم لك الحمد ينشط بنادم. التنين مدن يغلى الحال يغلى الحال، يرخص الحال، لا انت الفلايكس 10 دراهم، لا انت الدورة العائلة تقديم 10 مدن تقريبا 500 درهم، لا على حسب الاستطاعة نكون يعني كاين الإقبال بزاف بالودان، والحمد لله يعني يمكن بلايص ديال الحاله، كاين الناس اللي كيديروا الجيسكي، كاين اللي باطو، كاين اللي كيديروا يعني سورتو ديك العبارات، كاين بزاف ديال انواع الرياضه المائيه، وكاين الناس كيديروا السكيماتيك في ليبور لابوي، يعني بزاف يعني الاثمنه ديال هاد لي باطو يعني الميركوريات كبار على كان اليخت كيبدا من 200 درهم 300 درهم حتى 1700 درهم، وكاين الاخرين يعني بالنسبه للجيسكيات كيبدا من 200 درهم ربع ساعه، يعني 350 درهم نص ساعه، والاثمنه ديال ذوك العبارات اللي كيهز يعني زعما ما بين 15 واحد حتى 20 واحد، يعني كيديروا لي جروب كاينه من 100 درهم يعني 150 درهم، الا كان يعني فيها 18 واحد كيهز 15 درهم البلاصه يعني زوين. وكما كنمشيو للداخل يعني الجزيره اللي هي جزيره بين الويدان ولي غورج اللي فيها تقريبا كنمشيو حنايا فيها ساعات ساعه ونص ديال الطريق، وكاين عاوتاني الانواع ديال الرياضه المائيه اللي هي السكينوتيك فلايبور لابوي بانانا، يعني جميع الانواع الرياضه المائيه اللي كنديروا حنا بميركيلات الكبار هاد الباطوات الكبار، وكانوا ندير جيسكي ثاني بحال هكا سميتو جيسكي يعني حتى هو بوحدو، وكان لي بيدالو يعني الناس اللي كانوا تعطي بيدالو بحال هكا كتهز ما بين سميتو ثلاثه الناس اربعه الناس، وجيسكيات ديال جوج الناس. والحمد لله يعني بالودان عرفت الاقبال كبير سميتو مؤخرا، يعني من بالاخص هاد الويكاند اللي فايتين يعني هاد قبل رمضان يعني سميتو هاد الايامات،
ومورا كورونا يعني سميتو عرفت واحد الاقبال كبير وحتى الناس اللي ما عمرهم جاوا للويدان يعني كنصحهم انهم يزوروا هذه المنطقه اللي هي بالويدان يعني واحد البلاصه زوينه بزاف الجو ديالها ومن ناحيه نقيه ومن ناحيه فيها جميع الرياضات اللي تقدر ديرهم يعني باش تبدل الجو باش ترتاح انك نفسيا وجسديا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية مسائية لكل متتبعي صفحات العالم الأزرق ومواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبحت